الكورس ده النهارده. يعني اخترت موضوع كده الحقيقه يعني يمكن ما تطرقناش عليه فيه قبل كده اللي هو البيدياتريك بولي تروماتايزد بيشنت. الموضوع ده انا حسيت ان هو مهم ان احنا انكلود في الكورس بتاعنا عن البيدياتريك فراكتشرز, لان هو زي ما هنشوف it is a relatively common injury على عكس ما احنا متصورين. والبولي تروماتايزد بيدياتريك بيشنت الريسبونس بتاعه للبولي تروما is very different عن الادلت. ف it is very important ان احنا as orthopedic surgeons نبقى aware of this difference علشان it will reflect on the management. A polytraumatized patient describes a patient that has been subjected to multiple traumatic injuries. It should include two or more body injuries. It can be, and it is usually, a life-threatening condition. It presents a challenge for its diagnosis and treatment. طيب, شوية epidemiology. And despite being preventable, polytrauma remains the most common cause of death and disability, يعني morbidity and mortality in children. Over the world, أكثر من 700,000 child under the age of 15 die each year due to trauma. ده رقم كبير جدا بالمقارنة بالtumors وbother conditions. طب احنا دورنا ايه؟ أكثر من 60% من polytraumatized pediatric patients عندهم على الأقل one extremity fracture. فبالتالي احنا we are an important member of this team. Although rarely pediatric polytraumatized patients die of musculoskeletal injuries, it can usually result in long-term morbidity if not managed correctly. The first hours following trauma, including the first hour, the golden hour, are crucial for the effective treatment and prevention of early death for polytraumatized pediatric patients. طيب, the treatment, as we all know, will be according to the ATLS, the Advanced Trauma Life Support, and Advanced Pediatric Life Support, which is all based on a systematic approach and well-organized team. وكلنا عارفين ان only after successful stabilization of the child نقدر ان احنا نعمل assessment للextent and degree of injury, وبالتالي نحط التريتمنت priorities بتاعتنا. طيب, في برضو study لقيت ان هو لازم يكون في pediatric polytraumatized trauma centers, وان الاطفال اللي هم بيروحوا للpediatric specific trauma centers عندهم 20% less chance of dying compared للي هم بيروحوا برضو للتروما سنترز لكن اللي هي مش dedicated للأطفال. فدي نقطة very important, يعني 20% less, statistically significant. طيب, احنا we should know, يعني ان the child differs anatomically and physiologically. ده أول حاجة هنتكلم عليها, وبعد كده هنتكلم عن ال difference في ال response للبوليتروما. But the child differs from the adult anatomically and physiologically. Recognizing these differences will improve the management of polytraumatized patients. طب بيفرق في ايه؟ شوية حاجات كده بسيطة جدا. مثلا لازم نعرف ان النورمال فايتال ساينز في الأطفال مختلفة تماما عن الأدلتس. يعني مثلا في infant, في الفيرست year of life, النورمال blood pressure is systolic من 80 to 100. والبلود فوليوم 80 مليليترز بير كيلوغرام بودي ويت. يعني مثلا لو احنا عندنا انفنت ات 1 يير وزنه مثلا 10 او 8 كيلو, كل البلود اللي في جسمه لا يتعدى 1 لتر. فلو هو فقد 200 او 300 سي سيز, ده بيمثل تقريبا تلت البلود فوليوم بتاعه. فحاجه بسيطه جدا لازم نفتكرها هي مثلا السيستوليك بلود بريشر. الريسبيراتوري ريت, ان مثلا الريسبيراتوري ريت برضه في الانفنت من 30 ل 40, والهارت ريت لحد 120 بيعتبر نورمال مش تاكي كارديا. احنا وي شود ريمبر ذيس ديفرنسز. مثلا الاطفال ويل نوت ديفلوب هاي بوتنشن انتل ذي لوز 25% اوف ذير بلاد فوليوم. عشان كده التاكي كارديا في الاطفال دول مهمه جدا. السكيلتون بتاعهم مور فليكسيبل اند الاستيك, فبالتالي يعني قبل ما يحصل فراكتشر هيكون حصل internal organ damage كتير جدا, very important. يعني لو حصل injury للبلفس
قبل ما يحصل فراكتشر بلفس هيكون حصل انجري لكل الانترنال اورجنز قبل ما الفراكتشر يتكسر. حاجات كلها ريليتد للريسبيريشن بتاعهم للاير واي، ان التانج بتاعهم كبير وفيري ايزي تو اوبستراكت الاير واي، وحاجات تانية زي التراكيه بتاعتهم قصيره وحاجات ريليتد للانتيوبيشن وكده مش هنركز فيها، بس نفتكر ان الاير واي بتاعهم از فيري سسبتبل وفيري ايزي تو بي بلوكت. وفي قصاد كده وذ فيري سمبل مانوفرز اتس فيري ايزي ان انت تو ريستور ا بيتنت اير واي. دي مهمه جدا، ان مثلا الشيلدرن الهيد بتاعه التشايلد از فيري لارج، فده بيعمل ا هاير سنتر اوف جرافيتي. طب ده بيساوي ايه؟ في a greater risk of acceleration و deceleration، فبالتالي they have a very high incidence of cerebral injuries. تاني حاجة بقى ودي مهمة قوي لينا احنا، ان the child's neck is very unsafe position لما تبقى flexed علشان the larger weight بتاع ال head. فبالتالي لو انت استخدمت ال standard backboard بتاعت التروما اللي هي في عربات الاسعاف العادية، ده هيعمل severe flexion لل head وممكن يعمل more damage لل neck. فلازم يكون في عندنا زي ما احنا شايفين في الصورة هنا special board وفيها مكان صائد تبقى الراس نازله في الاريا دي، والا هيحصل سيفير فليكشن اوف ذا هيد ويحصل مور انجري للسيرفايكال سباين. يبقى انت بتنقله على البورد وفاكر ان انت بتعمل له ستابيلايزيشن، وانت بتعمل له مور فليكشن للهيد وبتعمل مور دامج للسباينال كورد. السيرفايكال سباين انجري از فيري كومن في الاطفال عشان الحاجات اللي احنا قلناها. Every بولي تروماتايزد بيدياتريك بيشنت شود بي سسبكتد اوف هافينج ا سيرفايكال سباين انجري انتل يو بروف اذروايز. It is very important على طول ان انت to have an IV access للاطفال دول. لازم تركب cannulas large bore cannulas عشان تاخد fluid وتاخد blood. تاني حاجة على طول في الاكسس قبل الفينوس cut down هو الانتراوسيوس روت. ده should be reflected علينا احنا برضو نبقى aware of it. يعني لو انت عملت 3 attempts of IV cannulas وفيلد او فات اكتر من 90 ثانية لازم تخش على الانتراوسيوس روت. اشهر انتراوسيوس روت في التيبيا of an uninjured limb 2 to 3 سنتيمتر تحت التيبيال تيوبروستي على الميديال سايد، او ان انت تخش على الديستال ثيرد اوف ذا فيمر من على اللاترال سايد. لما تعمل اسبيريشن اوف مارو دي خطوه اساسيه عشان تتاكد ان انت في الانترا اوسيوس روت اللي هو هيسمح بالاي في اكسس. لو انت قدرت بعد كده تركب ان اي في يعني انترا فينوس كانيولا لازم الانترا اوسيوس روت ده يتشال as soon as possible عشان الانفكشن. لو الانتراوسيس كانيوليشن فيلد نلجأ للفينس كات داون زي ما احنا عارفين عند السافينس فين عند الانكل او على الميديان كيفاليك فين في القلب. اخر حاجه ان احنا نعمل سنترال فينس كاتيترايزيشن يا اما في الفيمورال يا اما في الانترنال جاجولار فينس كان بي فاينلي ريزورت تو في الرقبه. يعني المهم ان احنا لازم يكون عندنا ان اي في اكسس للفلويد وللبلاد. طيب بعد ما عرفنا الديفرنسز ما بينهم في الفسيولوجي وفي الاناتومي، في ديفرنسز ما بينهم بقى ودي فيري امبورتنت في الفسيولوجيك ريسبونس تو تروما، وده very important لينا احنا عشان you understand the difference في المانجمنت. طيب في الادلتس اللي احنا كلنا متعودين عليه ان الاورجن سيستم انجري في البولي تروماتايزد ادلتس بيشنت على طول بيستيميوليت كاسكيد اوف انفلاماتوري اكتيفيشن، بيطلع حاجه زي التيومر نيكروزس فاكتور والانترلوكن 1 و2 و6 وكل الكلام ده، بيؤدي في الاخر الى انكريزد اندوثيريال بيرميابيليتي، بيؤدي الى انترستيشيال تيشو اديما، intravascular occlusion, microvascular ischemia ويعمل eventual organ failure. ودي very important. في الأطفال بقى it is very different. في dampened systemic inflammatory response. يعني inflammatory response بتاعهم on a systemic parameter is very dampened. وقصاد كده عندهم a very robust inflammatory response at the tissue level. فدي بتعمل very good chance for tissue healing. The soft tissues في open fractures الفراكتشرز نفسها في الهيلينج وهكذا، ويبقى فيه less systemic damage. تاني حاجة المالتي أورجن سيستم فيلير. تاني حاجة أول حاجة it is very low in comparison للأدلتس، يعني 3% بس من البيدياتريك بولي تروماتايز بيشنس هيحصل لهم مالتي أورجن سيستم فيلير in comparison لحوالي up to 40% في الأدلتس. تاني حاجة لما هيحصل الأورجن فيلير هيحصل very early في أثناء الريساسيتيشن. تالت حاجة لما هيحصل الفيلير في الاطفال هيحصل في all organs simultaneously، بعكس الادلتس بقى الادلتس هيحصل sequentially يعني مش هيحصل at the same time وهيبتدي يحصل delayed. شايفين الفرق؟ يبقى في البيدياتريك polytraumatized patients the incidence is much less. If it happens هيحصل very early في اثناء resuscitation، واذا حصل هيaffect كل الorgans simultaneously بعكس الادلتس.
تاني حاجة very important ان في الادلتس الـ injury للنجز is very common. في الاطفال it is less common and it is easy to restore the function of the lungs. دي قلناها قبل كده اللي هي الـ pliable and plastic skeleton. فالـ pelvic ring والـ thoracic cage are less able ان هما to shield the organs from trauma. فبالتالي ممكن قوي ان يحصل internal organ failure من غير ما يحصل fracture في الرينج. فمثلا الموربيديتي من البلفيك فراكتشرز في البيدياتريك بولي تروماتايز بيشنتس هتبقى اتريبيوتد للبلفيك اورجن انجري اكتر ما اتريبيوتد للبلفيك فراكتشر نفسها. اكتر حاجه كومن وبتؤدي الى الموربيديتي والمورتاليتي في البيدياتريك بولي تروماتايز بيشنتس هي النيورولوجيك انجريز. اب تو 22% يعني خمسهم عندهم سيفير برين انجري، ولكن وي هاف تو ريمبر ان الريكفري ريت بتاعهم از ماتش هاير ذان ان ادلتس، ولكن ممكن يحصل عندهم delayed cognitive impairment. طب ده جدول بيلخص الفرق ما بينهم. يبقى في timing of the organ failure في الادلتس بتحصل delayed، في الاطفال بتحصل immediate. طب sequence of organ failure في الادلتس يقعد يحصل sequential ورا بعض، في الاطفال بيحصل at the same time. الacute lung injury is very common في الادلت polytraumatized patients، it is less common في الاطفال. طب السيستماتيك انفلاماتوري ريسبونس في الادلتس از فيري روبست، ولكن ات از فيري دامبند ان تشيلدرن. عكس كده اللوكال انفلاماتوري ريسبونس از فيري دامبند ان ادلتس از فيري روبست ان تشيلدرن. الديث ديو تو بيلفيك فراكتشرز في الادلتس ذي ار ات هاي ريسك من البليدنج، في التشيلدرن ذي ار ات لو ريسك تو داي من البيلفيك فراكتشر نفسه. الموربيديتي اسوشيتد وذ بيلفيك فراكتشرز في الادلتس، في التشيلدرن من الانترنال اورجن انجري. النيورولوجيك انجري في الاطفال they have very high recovery rate. This is very important to remember. طيب في الادلتس احنا كلنا اوير من الكونسبت اوف دامج كنترول اورثوبيدكس، هو ده المين ستاي اوف تريتمنت. ده بيفوكس على كنترولينج هيموريج، مانجينج سوفت تيشو انجري، وبروفيجنال فراكتشر ستابيلايزيشن. كل ده ليه؟ تو افويد اديشنال انسلت تو ذا بيشنت من definitive advanced orthopedic surgery. فبالتالي احنا بنقول ان fractures are not permanently fixed until completion of proper resuscitation within 48 to 72 hours. ولكن في الادلتس الدامج كنترول ده هو هدفه ان هو بيقلل الريت اوف مالتيبل اورجن فيلير، وبيقلل السيفير سيستماتيك انفلاماتوري ريسبونس والاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. طب في البيدياتريك بولي تروماتايز بيشنتس لان الابروبريت بالمونري ستيت زي ما قلنا كان بي مينتيند، وفي لور ريسك اوف سيكوينشال اورجن فيلير، واذا حصل كان هيحصل من الاول، فبالتالي ات از سيف تو اندرجو ايرلي فراكتشر فيكسيشن. وده اول فرق ينعكس على المانجمنت بقى بتاعنا. طب في نون ماسكيولو سكيليتال سيستم انجري، في الهيمودايناميك انستابيليتي احنا قلنا قبل كده ان هي البلفيك رينج انجري شود بي ا ماركر اوف انجري تو اذر اورجن سيستمز اند اذر سورسز اوف بليدنج شود بي انفستيجيتد. في الاطفال ات از فيري كومن يبقى عندهم الفاسكولار انجري عباره عن فازوسبازم، لكن مش معنى كده ان احنا عشان عارفين ان بيحصل فازوسبازم ان احنا نعتبر كل الـ يعني الساينز اوف اسكيميا ديو تو فازوسبازم. لازم نعمل ثورو انفستيجيشن اوف ذا ليمب ثريتنينج فاسكولار انجري بالفيزيكال اكزامينيشن وبالدوبلر، وسامتايمز ايفن انجيوغرافي از نيدد. طيب الجنرال برينسيبلز بقى بتاعت الاورثوبيديك ستابيلايزيشن، ان الايرلي اوستيوسينثيسيس هنا هاز بين شون تو شورتن الهوسبيتال ستاي والاي سي يو ستاي واللينث اوف تايم اون ذا فنتليتر سبورت في البيدياتريك بيشنتس. في حاجه بقى فيري انترستنج اللي هم في حاجه اسمها الموديفايد ابريفييتد انجري سيفيريتي سكيل او المس، ودي از فيري انترستنج واتس فيري امبورتنت ان احنا نبقى اوير بيها على الاقل. يعني طبعا مش مطلوب ان احنا نحفظها او كده، بس يعني نفهم الكونسبت بتاعها. هي بتكاتيجورايز السيفيريتي اوف انجري للبولي تروماتايزد بيدياتريك بيشنت على 5 بوينت سكيل في 5 اناتوميك لوكيشنز. يبقى 5 اناتوميك لوكيشنز وسيفيريتي سكيل اوف 1 تو 5. السيريبرال او النيورال، الفيس والنك، الشست، الابدومن، واللي احنا يهمنا يمكن شويه الماسكيولو سكيليتال. طب بتعمل ايه؟ بالنسبه للنيورولوجيك بتاخد الجلاسكو كوما سكيل بتحولها هي الى الانجري سيفيريتي سكيل زي ما هي واضحه. يعني مثلا لو جلاسكو كوما سكيل 5 ل 8 ياخد مثلا ايه 4 وهكذا. طيب في بقى عندنا ماينر، حاجات ماينر وحاجات مودريت وحاجات سيفير لايف ثريتنينج وحاجات سيفير نوت لايف ثريتنينج، حاجات لايف ثريتنينج سيفير
واخيرا الكريتيكال. طب احنا في كل واحده من دول يهمنا ايه؟ يهمنا مثلا الاكستريميتيز. فمثلا عشان الاكستريميتيز تاخد جريد 1 فيبقى انا عندي الماينر سبرين والسيمبل فراكتشرز او السيمبل ديسلوكيشنز. طب حاجه عشان تاخد سكور 2 في الماسكيولو سكيلتون يبقى عندي كومباوند فراكتشر في الصوابع او اندسبليسد لونج بون او بيلفيك فراكتشر. طب حاجه تاخد سيفير لكن نوت لايف ثريتنينج اللي هي 3 انها في الاكستريميتيز مثلا عندي displaced long bone or multiple hand او foot fractures. يبقى عندي single open long bone fracture او عندي displaced pelvic fracture ومعها laceration of major nerves and vessels. حاجه severe life threatening اللي هي تاخد 4 فيبقى عندي في الاكستريميتيز multiple closed long bone fractures او amputated limb. حاجه تاخد 5 في الاكستريميتي يبقى عندي multiple open long bone fracture. فمثلا بعد ما بنعمل جريدنج لكل الانجريز دي كل بودي اريا من الخمسه اللي احنا قلناها بياخد السكور بتاعه على حسب الموس سيفير انجري للسيستم ده، وبعد كده نعمل السكوير روت بتاع كل واحده ونجمعهم. فمثلا لو احنا عندنا بيدياتريك بولي تروماتايز بيشن عنده سبلينيك لاسريشن ماسيف وعنده نيموثوركس وعنده نون ديسبليسد فيمورال فراكتشر، السبلينيك لاسريشن دي بتاخد جريد 4 ابدومينال انجري، النيموثوركس جريد 3 تشيست انجري، الفراكتشر فيمر زي ما قلنا جريد 2. فتاخد السكوير روت بتاع كل واحده يطلع ان المس بتاعه 29. طب ده بيعني ايه؟ ان سكور اكتر من 25 ده بيساوي increased risk of impairment، واكتر من 40 ده usually predictive of death. يبقى المالتيبل المس ده is very very important to remember، واحنا ركزنا على الجزء بتاع الماسكيولوسكيليتال بتاعنا. طيب الهيد انجري السيفير لكن ليهم better prognosis in children، فبالتالي انا اعمل الديفينيت فراكتشر فيكسيشن بتاعي بدري لان انا ما عنديش السيستميك ريسبونس الرهيب بتاع الادلتس، وما عنديش السيكوينشال مالتي اورجن فيلير، وما عنديش الهاي انسيدنس اوف لانج انجري. فاي شود بيرفورم ذا ايرلي ديفينيت فراكتشر فيكسيشن ايفن ان بيشنتس وذ سيفير هيد انجريز وذ ذا اسامبشن ذات ذيس تشايلد ويل اتشيف فول لوكوموتور ريكفري. ممكن يحصل عنده شويه ديليد كوجنيتيف امبيرمنت زي ما قلنا، ولكن هيحصل عنده فول لوكوموتور ريكفري، مش هيتنو بارالايزد مثلا او بيد ريدن او كده. فانا اعمل له الايرلي ديفينيت فيكسيشن على هذا الاساس. طب بالنسبه للاوبن فراكتشرز المانجمنت بيختلف من الادلتس. ليه؟ البيري اوستيوم ثيك ومور اكتف، فبالتالي بيدي مور انهيرنت فراكتشر ستابيليتي وبيعمل مور رابيد وريلايبل فراكتشر هيلينج. تاني حاجة الانفكشن ريتس فيها في الأطفال is lower، فبالتالي لقوا ان أهم حاجة ان انا أدي الـ IV antibiotics within 3 hours من الانجري من open fractures تقريبا هي اللي هو أكتر حاجة بتحسن الـ outcome في الانجريز دي. بنبتدي first generation كيفالوسبورنز بـ high dose اللي هي 100 ملي جرام per كيلو جرام per day هي الـ treatment of choice. في العينين اللي عندهم grade 2 او 3 open fractures ممكن نضيف حاجه للجرام نيجاتيف زي الجنتامايسين. لو انا محتاج anaerobic coverage لو في gross contamination او في foreign injuries او حاجات زي كده ممكن اضيف حاجه من البنسلين زي الاوجمنتين او اليونيكتام او كده. والاطفال اللي هم ما عندناش vaccination history ليهم او عدى اكتر من 5 سنين على اخر بوستر دوز اديهم تيتانس توكسويد بوستر زي ما احنا عارفين. طيب في كانت حاجه غريبه لقيتها في الليترشر ان هو احنا كلنا عارفين ان الديبرايدمنت دي فيري امبورتمنت والاريجيشن في الاول، ولكن هم بيقولوا ان there is no significant difference in infection rates due to a delay in irrigation and debridement provided العيان عمل اول حاجه قلنا عليها اللي هو البروبر اي في انتيبايوتيك في الفيرست 3 اورز. طيب تايب 1 اوبن فراكتشرز يعني لو في open fracture type 1 والfracture انا ممكن اعالجه conservatively. معظم الناس بتقول ان انا ممكن نعمله ونفتح wound عليه، ولكن في بعض الناس against كده وبتحبه برضو ان احنا نعمل fixation. طيب definitive fixation should be performed early في medically stable polytraumatized pediatric patient. لو في اي doubt ممكن انا استخدم الفيكسيتورز في التروما ديت زي ما الدكتور جمال هيكلمنا دلوقتي. Soft tissue injuries are managed differently في pediatric population in comparison للadults. The serial debridement should be performed to remove the gross contamination. ولكن لو أنا عندي أي tissue of questionable viability أخليه لأن the chances of healing في الأطفال زي ما قلنا are much higher. The bone fragments اللي هما stripped من the soft tissues of periosteum may be retained لأن هما they might often get incorporated into the healing callus. يبقى كده شويه فروقات قلناها ما بين الادلتس والبيدياتريك بيشنتس. التايب 1 والتايب 2
ممكن هما يبقوا closed early بعد ما يتعمل الديبرايدمنت ويتاخد الابروبريت انتي بايوتكس. تايب 3 احط عليها الفاكيوم بامبس بتاعتنا، وبعد كده لو احتاجت الفري فلابس ممكن انا اعملها بعد كده. يبقى احنا ممكن نقفل تايب 1 وتايب 2 بعد ما نعمل الديبرايدمنت بتاعنا وبعد ما ندي الابروبريت انتي بايوتكس بتاعتنا ونمشي العين على الكفرج بتاعنا. I think ان ديت بعض الديفرنسز قلناها في الفسيولوجي بتاعت الاطفال في البوليتروماتايز بيشنتس، في الريسبونس بتاعهم السيستميك واللوكال، وبالتالي انعكاس ده على الاوتكم والمانجمنت. Thank you.